هاي. كثير منا بيعانوا من مشكلة النسيان والنسيان المؤقت، علما انه الذاكرة القوية هي مسألة حساسة خاصة للتلاميذ والأشخاص العاملين، وممكن تحسين أدائها بالحياة اليومية. مهم كثير نربط المعلومة يلي لازم نحفظها بنكتة أو شيء مضحك، مثل اسم شخص معين مثلا. ألعاب الذاكرة مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو بتساعد على تمرين الذاكرة عشرت الانتقال لمستويات أصعب وأنواع مختلفة من هالألعاب مع الوقت لما تصير عادي. الإيقاع الموسيقي مهم كمان للذاكرة، والاستماع للموسيقى بشكل عام أو تعلم العزف على آلة موسيقية هن من أهم التمارين للمحافظة على الذاكرة. مين قال إنه ممارسة الرياضة وتعلم لغة جديدة إلهم فوائد مباشرة على الذاكرة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.